سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السماحة، إخوتنا الأعزاء، نحييكم أولا بتحية الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. إن التبرك بآثار الصالحين خصوصا بآثار الحبيب صلى الله عليه وسلم ثابت بالقرآن والأحاديث الصحيحة وعمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقتنا هذا ثم إلى يوم القيامة إن شاء الله. الشعرة المباركة للحبيب صلى الله عليه وسلم تبرك بها الصحابة الكرام. إنكم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في صلح الحديبية ووضع شعرته المباركة على شجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم، وأخذها الصحابة كلهم تبركا كما رواه الإمام البيهقي وغيرهم، ومنهم الصحابية أم عمارة رضي الله عنها، فهي تقول: أنا أخذت منها قطعة أي شعرة كثيرة. الحاصل أن جميع الصحابة أخذوا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا بها، ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء في السنة الآتية، وكذلك لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره المباركة أخذها الصحابة. ثم في العمرة الجعرانة قص رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره المباركة فأخذها الصحابة أيضا. ثم في المرة الرابعة في حجة الوداع كما سمعتم الآن حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره الجهة اليمنى فأعطاها إلى أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. ثم قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أعطني ناصيتك يا رسول الله. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته فأعطاه لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وعلق هذه الشعرات في قلنسوته. وهذه القصة مروية من الأحاديث الصحيحة كما بين القاضي في عياض في الشفاء وغيره من العلماء. ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهة اليسرى وأيضا أعطاها لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. ثم قال: لأن يوزع بين الناس، فوزع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه هذه الشعرات المباركة، فهو باقية إلى وقتنا هذا. وقد قال الأئمة: إن من خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا انفصل جزء من جسده في حياته لا يموت هذا الجزء، وباقي الناس إذا انفصل منه شعرة أو ظفر أو غيره فهو يموت في ذلك الوقت. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه حي إذا انفصل من حياته، ولذلك يطول الشعرة المباركة بعد انفصالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أحاديث كثيرة عديدة لا أريد أن أطيل هذا الكلام، والعلماء كثيرون، فنا إن شاء الله سنستمع منهم. على كل حال، التبرك بآثار الصالحين خصوصا بشعرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثابت بالقرآن والسنة والإجماع وفعل الصحابة. أنا أختتم الكلام.